طيران المروحي في مدينة دارية. ماذا تفعل أخي الكريم؟ نحن هنا نحاول بأسلحتنا الخفيفة تصوير هذه الطائرة. هم يفهموا أن ذلك هو إسقاط الطائرة. هذه هي مضاداتنا الأرضية للطيران المروحي. نحاول إسقاطها في الإعلام وإيصال الصورة إلى القنوات بمعداتنا الخفيفة. هذه هي صواريخنا التي تضرب الطائرات. الله أكبر، لا نملك سوى هذا السلاح.